حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. طبعا انا غايبه عنكم في الفيديوهات بقالي كام يوم كده، فاسفه جدا لاني فعلا تعبانه قوي. حاسه يا جماعه ان انا كلي منفوخه ميه، فعلا شايفين ايدي ورجلي وكلي منفوخه في بعضي كده، مش عارفه ليه. بجد الشهر السابع ده شهر متعب قوي، يعني لحد دلوقتي ده اكتر شهر بجد انا تعبانه فيه ومنفوخه. جماعة احنا منفوخين اصلا لوحدنا، انتوا متخيلين حمل كمان؟ وحتى الاكسسوارات ذات نفسها ما بتدخلش، يعني منفوخة مع مية خالص. بس يلا الحمد لله، دي نعمة من عند ربنا، وبجد وانا متقبلة الموضوع جدا، لان انا قرأت حاجة حلوة قوي ان هو في كائن حي بيتكون جوايا. فبعد بقى اشجع نفسي بقى، وان انا بطلة وان انا قوية، اكني بصوا اول واحدة تحمل في الحياة كلها، مش عارفة ايه ده. فطبعا انا اسفه جدا ان انا يعني انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، فاسفه بقى وكده، وكنت تعبانه وكده. فالنهارده بقى يا جماعه طبعا انا منفوخه وميه خالص، فانا هروح للدكتور اطمن على البيبي وكده، واشوف النفخه اللي انا فيها دي ملهاش حل. ليه؟ يعني انا ايدي ذات نفسها ورجلي وكل حاجه ووشي، بصوا منفوخه فعلا ميه خالص. انا عارفه ان كل الحوامل بيبقوا كده وبعدها فتره المية دي بتنزل، بس الموضوع صعب عشان احنا اصلا مقلبزين لوحدنا، فاهمين انتوا؟ فتعالوا بقى معايا، هنزل انا وعبد الله نروح نطمن على البيبي عند الدكتور، ولان بقالي كتير قوي بجد يا جماعه ما روحتش، لان انتوا عارفين بقى كنا في اجازه عيد والدكتور بصراحه ما كانش فاتح، فهو لسه بادئ بقى اللي هو ينزل وكده. فكلمته بقى وقالي تعالى اطمن عليكي وكده، فهروح بقى اطمن على البيبي وانا وعبد الله. انا بجد يا جماعه بعد ما اولد انا حياتي كلها تبقى رياضه ودايت، انا بجد والله العظيم. بصوا عارفين انتوا من النهارده رياضه ودايت، دايت ورياضه، ده حقيقي والله العظيم. اللي هو اصلا انا قبل ما اتجوز انا كنت فعلا بروح جيم وكنت خاسه عن الاول كتير، بس ما شاء الله يعني عماله افكر كده لو ما كنتش رحت الجيم وما كنتش خسيت شويه كنت هبقى عامله ازاي دلوقتي. يا جماعه قولوا لي كده، يا جماعه قولوا لي. انا مش عارفه هو تفكيري ده علشان انا لسه لوحدي والبيبي يعني لسه مسحوله اكتر، مش عارفه. فاكتبولي كامهات، يعني انتوا كامهات ولدت خلاص رجعتوا جسمكم الطبيعي ازاي؟ يعني هو اصلا طبيعتي ان انا برضو قلبوزه، بس مش كنتش الاوفر اللي انا فيه ده، يعني فاهمين؟ انا ميه، يعني الميه دي هتنزل ولا هتفضل موجوده معايا طول الحياه؟ فالحمد لله بجد، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق. وانا ليه عرفت الوقت يا ماما؟ يا ماما بوجه رسالة لماما، انا الوقت ليه عرفت الجنة تحت اقدام الامهات ولسه ما شفتش حاجة كمان؟ فماما كانت لما تقعد تقول لي كده ايه يعني هم عملوا ايه، يعني حملوا فينا؟ عادي، طلع مش عادي خالص بجد. يلا بحنا رايحين للدكتور وكده نطمن على البيبي. شيكي احفظي، يعني طب ما تشيكي حلو، انت طلعت تشوف النور. راح اشوف النور. وانا ليه ببقى خايفه؟ انت خايفه من الاسانسير؟ لا انا خايفه من الاسانسير ومن الدكتور. ربنا يستر، اصعب لحظه في حياتي. ده خلصت يا جماعه واحنا اخر ناس. دايما على طول اخر ناس في كل حاجه بجد، يعني العياده كلها خلصت والناس كشفت وخلصت واحنا برضو اخر ناس. عمو ليه؟ تعاني خايفة؟ ما بيكون ضغط عالي بيبقى العرق، ما انا رافع لفوق. والله رافع لفوق. لا 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 ما تخافي. ماشي هات لي يا ام وريك كده في الكلمة تنجن اهي شكل. جالك عمان؟ ماشي. مفيش فك خالص؟ 50 تاع. لا هذا شوية دم صغيرين عشان شوية الدم دول.
خلاص. بعد ما خلصنا الدكتور وسمعت كلام الدكتور اللي هو قاله لي، فعبد الله كان عاوز ان احنا نشتري شويه حاجات وكده في المحل ده. يا جماعه انا بحب اشتري منه كل حاجه بجد. شايفين يا جماعه بقى هو عامل لنا ايه يا وموسى؟ عمايل ايديا ازيكم حبايبي، عامل ايه؟ وحشتوني. كوبايه شاي بنحبس. هو انت عامله قلبان على الفيديو اللي فات حبايبي؟ ما تحرمش منكم والله، ومتشكره قوي على كل تعليقاتكم الجميله انا قريتها. يعني ازيكم حبايبي وحشتوني. ازيكم حبايبي عامل ايه؟ وحشتوني. حد بتقول كل ما مامتك تيجي على الكاميرا ازيكم حبايبي وحشتوني. انا هنا بقى كنت خلصت الدكتور وكده واشتريت مع عبد الله حاجات، ورحت لاختي كانت عندي ماما وكده، وكانت عامله صينيه الجلاش القمر دي. يا جماعه تسلم ايدك يا نانوسه، طبعا انتوا شايفين شكلها بجد خطير جدا. تسلم ايدك، شايفين يا جماعه الحلاوه؟ بجد كانت عاملاها حلوه جدا جدا. تسلم ايدك يا نانوسه. قعدت معاهم شويه بقى وبعدها روحت، اللي هو اصلا كنت متضايقه من كلام الدكتور جدا، فعارفين يعني متضايقه جدا من كلام الدكتور، فروحت قعدت معاهم شويه وماما بقى عملت شاي وقعدنا مع بعض شويه نتكلم وكده، وهم قعدوا يطمنوني بقى، قعدوا يطمنوني وكده. وبجد يا جماعه كانت تحفه وطعمها حلو جدا جدا. يعني تسلم ايدك نوسة اختي يا جماعه، في الحلويات فظيعه بجد، يعني فوق الفظيعه بجد، فكانت حلوه قوي يعني بصراحه. يعني تسلم ايدك يا نوسة، بجد كانت خطيره. شايفين يا جماعه ولا مورقه؟ وبس كده بجد كانت طعمها حلو جدا. بس خلصت الدكتور واتمشيت انا وعبد الله شويه واشترينا شويه حاجات وكده، بس للاسف الدكتور ما شاء الله عليه بيطمني جدا بجد. فالدكتور شايف ان انا حالتي اللي هولد في اي وقت، فمش عارفه ايه. انا اصلا يا جماعه انا مولوده في الشهر السابع، فانا دايما شايفه ان النونو بتاعي البيبي بتاعي هي كده اللي هو برضو زي في الشهر السابع. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني انا دلوقتي في اخر الشهر السابع، بس بسبب الضغط العالي وتقريبا برضو لما بدخل في شهور الحمل الاخيره الضغط تلقائي بيترفع اكتر، وانا اصلا ضغطي مرفوع لوحده. فالدكتور قاعد يقول لي زقي معايا بس الايام دي كده، خد لك حتى لو يومين من التاسع. فربنا يستر بجد جدا، لان انا شايفه ان موضوع الولاده ذات نفسه سواء بقى في الثامن في التاسع انا خايفه اصلا من موضوع الولاده. فربنا يستر بقى، وبجد يعني ربنا يستر. يعني بصوا لو انا بقى يا جماعه ما نزلتش اي فيديو في اي وقت اعرفوا اني ولدت، فربنا يستر بجد والله، لان انا خايفه جدا. عايزكم بقى تدعوا لي كتير جدا في الكومنتات بجد، وربنا يستر وان شاء الله اخد اي حاجه كده من التاسع. يعني هي اختي كانت حالتها كده برضو، بس الحمد لله يعني الحمد لله اخدت اسبوعين في التاسع. فانا حالتي زيها، بس هو الدكتور بيقول لي ان شاء الله يعني ان شاء الله خير وكده وبس كده. وده فيديو النهارده، ويا رب يا جماعه يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتدعوا لي كتير جدا، ان بجد يعني ربنا يعني سايبها على ربنا، وربنا ما بيجيبش حاجه وحشه ابدا. باي.